طبعا هنتكلم بقى باستفاضه في هذه الفقره عن كل اللي شفناه في ماتش امبارح وكل اللي بنتوقعه في الماتش القادم ان شاء الله. منورنا ومشرفنا كابتن احمد سلامه نجم منتخب مصر السابق. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل استاذ كريم. نور الدنيا كلها. الله يخليك. ده نورك. الله يكرمك. بونجور. بونجور. والله انا حزينه شويه بصراحه اقول لك الحقيقه، وبيبان عليا ما بعرفش اخبي، دي مشكله. ومفروض كالواحد كاعلامي يعني الدنيا مش كارثيه طبعا، بس انا بزعل يعني من الناس اللي ممكن لو الاهلي خسر في مباراه كان بجد والله يعني، بس خسر من الزمالك تحديدا هقولها بنام ممكن اعيط ممكن اتضايق. مشاعر الواحد بيحس اللي هو انت بتعمل كده ليه في نفسك، بس انا بتضايق، انا ربنا خلقني كده. جماهير الاهلي كلهم كده. انا امبارح ما انبسطتش، ومش من الناس اللي عندها حته التفاؤل رغم ان ده يتنافى مع شغلي كاعلاميه برضو في قناه الاهلي، بس انا من الجماهير. انا قلقانه على اللي جاي، بستغرب وعندي علامات استفهام ليه الشوط الاول انا ما لعبتش وخلصت، ليه دايما طالما اقدر ليه بستنى، وطالما انا بلعب جيم حلو قوي ليه الفينال بتاعي برضو فيه ازمه ومتكرره، وبعدين ده لامتى يعني؟ للاسف يمكن احنا بدانا فعلا المباراه بشكل مش افضل حاجه، كان عندنا افضل من كده كبدايات يعني، كان المفروض نبدا بالزبط. افضل ان انت النادي الاهلي عندك افضل سكواد يعتبر موجود في افريقيا، عندك لاعبين جيدين جدا جدا بيعرفوا، عندهم شخصيه اللاعبين الدوليين اللي عندهم خبرات عاليه جدا، بتلعب قصاد فرقه لسه يمكن مش في افضل حال. يانج افريكانز برضو فريق يعتبر بالنسبه لتاريخ النادي الاهلي وعراقته وبطولاته منافس بعيد يعني، منافس بعيد بالظبط. في جاب كبير ما بينك وما بينه، كان لازم ده يتثبت على ارض الملعب او يظهر على ارض الملعب ان انت عندك قدرات او عندك فروقات واضحه جدا جدا ما بينك وما بين الخصم. للاسف ما بانش ده في الشوط الاولاني، كان في بعض شويه عدم الربط ما بين خط النص وما بين الخط الدفاع وما بين المهاجمين، منطقه خط الوسط ما كانتش كويسه، ما كانتش في افضل حالاتها في بدايه المباراه. افريكانز تقريبا برضو كانوا من الفرق يعني عندهم الحماسه شويه ان هم يلعبوا قصاد الاهلي بشكل في شويه نزعه هجوميه او في اثبات ان احنا موجودين. النادي الاهلي لعب بطريقه شويه، او مستر كولر لعب بطريقه شويه فيها تراجع شويه نوعا ما، وبعد كده بدأ يظبط الأمور ما بين الشوطين بإشراك مجدي أفشة بدلا من إمام عاشور. بدأ يحصل عملية الربط ما بين خط الدفاع وما بين خط الهجوم، بدأنا نشوف خطورة شوية، بدأنا نشوف الأهلي بشكل أفضل شوية. ولكن الحالة اللي أنت حابب عليها الأهلي أو أنت متعود على الأهلي فيها أو على الشكل ده ما كانش موجود طول المباراة، ومش بصفة مستمرة يعني. الأهلي دايما معودنا أنه هو بيلعب قصاد الفرقة دي، هو يعني هو متحكم في الكرة طول الوقت، متحكم في ريتم المباراة طول الوقت، ما بيسيبش فرصة للمنافس يرفع نفسه أو ياخد نفسه أو يرفع راسه مع الأهلي. لكن في المباراة احنا يمكن بقالنا 3-4 مباريات شايفين أن الأهلي بيدي فرصة شوية للمنافس أن هو يعني يتحرك معاه شوية لقدام. في رأيك ده بيحصل ليه؟ يعني بالمناسبة يعني أعتقد أن التاريخ أثبت كذا مرة أن لما النادي الأهلي بيبتدي المباراة أيا كان المباراة في أي بطولة، لكن لما النادي الأهلي بيشكل ضغط عالي على المنافس من أولها عادة هو اللي بيتسيد الموقف، بيبقى مهيمن على كل المجريات وهو اللي بيتحكم فيها. ده ما حصلش امبارح وما حصلش كام مره قبل كده، لان الاهلي بطبيعته انت اصلا اي فرقه بتلعب قصاد الاهلي بتعمل حساب الاهلي جدا جدا يعني، بتعمل حساب سكواد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. أكيد. عارفين انت بتلعب قصاد فرقه عندها سمات البطوله وسمات الانجازات معينه وتارجت معين بيوصلوا له من بدايه المباراه حتى نهايتها، يمكن البلاس 90 ما حدش كان يعرف اي حاجه عنها غير معروفه يعني، دائما تلاقيها يعني ملتصقه شويه بالنادي الاهلي او صحيح. بكلمه النادي الاهلي بلس 90، فالنادي بيلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه ما لحد صفاره الحكم النادي الاهلي بيلعب على ان هو يخلص المباراه. لكن انا شفت ان احنا امبارح الموضوع كان مختلف عن كده. انت جاب الجول في الدقيقه 87 تقريبا او 86، وبيجي فيه الجول في الدقيقه 90 بلس 1 او حاجه زي كده يعني، فمش ده مش سمات النادي الاهلي. النادي الاهلي طول الوقت هو اللي بيسيطر، طول الوقت هو اللي بيفنش، طول الوقت هو صاحب المواقف الافضل او الاداء الافضل طول المباراه. انا بقول لحضرتك او هبين لحضرتك ليه الموضوع ده،
احنا عندنا يمكن النادي الاهلي بيلعب، كان افضل ما بيميز النادي الاهلي هو منطقه نص الملعب، هي اللي بتعمل الربط ما بين خط الديفنس بتاعك وخط الفرود بتاعك او الفرود لاين بتاعك او خط الهجوم، فده كان الربط هنا في المكان ده كان بيدي لك دايما الافضليه. لو تلاحظ امبارح كان في مشكله كبيره جدا حاصله في نص الملعب، ان مروان عطيه نايم تحت جدا هو وديانج، وعندك الناحيه الثانيه امام عاشور مايل قوي ناحيه كهربا قدام، لذلك كنت تلاقي حسين الشحات وبيرسي تاو نازلين قوي في نص الملعب، تحس ان هم بيلعبوا 4-4-1-1 او 4-4-2 بس امام تحت كهربا. دي عملت جاب كبير جدا 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 في المنطقه اللي هي نص الملعب دي، ما كانش في ربط، كانت الكره حتى والتمركز ده فكرك يعني جاي لهم بيه اوردر من كولر ولا دي طبيعه المباراه وصلتهم لكده؟ لا يعني التبديل اللي حصل ما بين الشوطين يبين ان ده مش من كولر، او كولر كان بيدي تعليمات ولكن التعليمات نفذت بشكل مش اللي هو اللي محتاجه كولر، يعني كولر كان طالب او مصر كولر كان طالب انه يبقى في رقم يعني 9.5 او رقم يبقى امام عاشور تحت كهربا شويه، ولكن هو كان عامل جاب كبير، كان ماطط الملعب بشكل كبير، لا كان المفروض ان هو يقرب شويه من خط الوسط عشان يفضل طول الوقت عندك ربط ما بين نص الملعب وما بين المهاجمين وربط ما بين الخط الديفنس بتاعك والفرود لاين بتاعك. لما كنا بنستلم الكوره كانت بتلعب كرات طويله، ده يدل ان انت كان ما عندكش حد هنا يربط، لما نزل قفشه حصل موضوع الربط ده، بدا قفشه بينزل لتحت شويه بيستلم ويسلم ويتحرك فبدا بالظبط فبدا يحصل بعدها على طول، بدانا نشوف في اول دقيقه على طول من بعد نزول قفشه كهربا بيجي له انفراد، بيرسي تاو الكره اللي اتلعبت من ديانج بالعرض دي بيرسي كان هيحطها وبعد كده سابها لكهربا، ما اعرفش كهربا كلمها ولا لا. اللقطه دي كانت غريبه قوي يعني لا يعني هو احنا ليه ما بنخلصش على طول؟ الكره جات لي ملعب يعني حسيت انا في تعازم يعني ما تشوط بالظبط يعني كانت الاول بيرسي تاو كان الاقرب وبعد كده شال رجله وبعد كده جات لكهربا اتفاجئ بيها وفي الاخر حطها كده من فوق العارضه، فاللي بتكلم فيه ان بدات من هنا الهجمه بتاعت حسين الشحات وحسين الشحات في الشوط الاول دي، يعني دي كمان طبعًا كانت ممكن تدي افضليه بشكل كبير، ولكن خلي بالك يعني الانديه اللي زي يونج افريكانز الانديه دي مجرد ما بتجيب فيها جول بتلاقي التاني زي مدياما دي كانوا مقفلين قصادك لحد الدقيقه ما اعرفش حاجه و70 بعد كده الاولاني جه كهربا وبعد كده التاني حسين الشحات وبعد كده صلاح محسن، يعني ثلاث اجوال جم في حوالي ربع ساعه رغم ان هم مقفلين عليك 70 دقيقه او 75 دقيقه صحيح. فده اللي انا بتكلم عليه، لو انت كنت جبت الجول من البدايه من بدري شويه كان زمانك انت الفرقه دي انت كسبانها 3-4، ولكن الفرقه دي لما انت بتسيبها تخش معاك في الجيم ده بيديهم افضليه شويه، هو على ارض وسط جمهور والحماسه بيلعب قصاد النادي الاهلي عنده يعني احساس ان انا ممكن اظهر بشكل كويس قدام النادي الاهلي يختاروني الفتره اللي جايه اكون موجود معاهم، فكل واحد بيبص ان انت النادي الاهلي يعتبر تارجت بالنسبه له يعني ان انا انضم للنادي الاهلي او ان انا بس ده على مستوى اللعب، معلش على مستوى دلوقتي الوضع اختلف، خلينا نبقى صراحه لسه انا وكريم كنا بنتكلم على التصريحات المختلفه اللي بنتابعها من يعني سواء رئيس مجلس اداره النادي مدرب في النادي متحدث الاعلامي يعني انديه مختلفه التصريحات بتاعتها والمنافس بقى يشوفك ان انت ند وند ممكن على فكره بسهوله يفوز عليك، يعني ما يبقى في تصريح للرئيس التنفيذي ليانج افريكانز يقول لك انا مش عاجبني التعادل رغم ان كولر على الصعيد الثاني قال لك ما فيش مشكله في التعادل طالما على ارضه مش على ارضنا، يعني في فارق هنا في التصريحات، يانج افريكانز بيقول لك انا كان المفروض انا اكسب مش هتعادل. هقول لحضرتك حاجه، يعتبر كلام حضرتك مظبوط 100%، يعتبر يانج افريكانز برضو يعتبر من الانديه اللي هي بدات تستقطب لاعبين جيدين من الدول اللي حواليها الافارقه، وبدا يبقى عندهم عمليه بناء فريق جيد يمكن واستقطاب كمان مدير فني جيد، يمكن كان قبل كده احنا فارقين شويه عن كل الفرق الافريقيه ان احنا عندنا الجانب الخططي احنا افضل، الجانب التنظيمي في الملعب احنا افضل، هم عندهم القوه والسرعه لكن احنا عندنا الذكاء في الملعب، عندنا المهاره اعلى، عندنا ده كله حتى بدنيا كنا اعلى منهم امبارح بالظبط، انا هتكلم على النقطه دي طبعا. كمان انت كمان بدا كل الانديه الافريقيه بداوا يجيبوا لعيبه جيدين جدا، بدأوا يجيبوا مدربين كويسين جدا، بدأوا يشتغلوا على النواحي الخططية والتنظيمية في الملعب بشكل جيد، بدأوا يكونوا يعني إيكوال معاك أو يعني يقربوا منك جدا جدا، بقت الكرة في أفريقيا
بدات تبقى يعني قريبه من شمال افريقيا يعني او الجانب اللي هو افريقيا اللي هي الجنوب او المنطقه اللي هناك كانت شويه بعيده شويه في الذكاء وفي شغل الخطط. ما هو يا خوفي عديك بقى يعني احنا كنا كانوا بعاد بعد كده بقوا بيقربوا منك بعد كده ممكن يبقوا في مستواك بقى كده عدوك اكيد. هو لا انا شايف ان هو النادي الاهلي تحديدا او الفرق اللي هي الكبيره في شمال افريقيا هي فرقه طبيعي، لكن ممكن وارد جدا ان انت يبقى عندك ضغط مباريات، ممكن يكون عندك دي اوف، ممكن يبقى عندك مثلا حاله الفريق في الفتره دي فبيبان ان هم ايكوال معاك، لكن لو انت في حالتك الجيده وهم في حالتهم دي انت فارق بكتير جدا. انا بتكلم ان هم ما بقوش زي الاول فرقه مستباحه طول الوقت او فرق تقدر تروح كل دقيقه. في تطوير عندهم بالظبط. لا في تطوير في الجانب الدفاعي في التنظيمي، كان الاول بيهاجموا سوري بعشوائيه كبيره جدا، فانت بتلاقي بيهاجموا وشكلهم بيروحوا على جول ولكن الدفاعات بتاعتهم متسابه. لا دلوقتي بدا في ارتكازات كويس، في تنظيم دفاعي كويس، بس ده كان حاصل الى حد ما امبارح بالذات في الشوط الاول على فكره. يعني فكره ان هم الاندفاع الهجومي العشوائي الهجومي ده اللي فيه النزعه دي اللي هي في تاتش عشوائيه ده بيخلق لك مساحات استغلها بقى. بالظبط. هو احنا بقى المشكله في المشكله ان انت عندك هنا يعني الفتره دي بتعاني شويه من حته استغلال الفرص المتاحه بالنسبه لك. يعني انت مثلا لو ما بتخلقش فرص هنقول اوكي فرقه مش عارفه توصل، لكن انت بتوصل ولكن مش عارف تستغل ده. ترجمه الفرص دي الاهداف ده بيخليك تقتل المباراه من البدايه، بيخليك انت تبان كعبك عالي على الفرقه اللي قصادك، بيبين بيدي لك اريحيه شويه كتيم تلعب براحتك. خلي بالك انت لما بتبقى بتلعب مع خصم ايكوال معاك مفيش مشكله ان الوقت يعدي ما بينك وما بينه، مفيش مشكله، لكن الفرقه بتبقى فرقه صغيره والوقت بيعدي وانت مش عارف تترجم الفرص بتاعتك، بتصعب الامور. هو بياخد ثقه وانت بتبدا تتسرع شويه، بتبدا يبقى عندك رعونه شويه في انهاء الهجمات. فالحاجات دي طول ما انت بتخلص على الفرق الصغيره دي من بدري، طول ما انت بترتاح بتدي اريحيه للفرقه، بتدي افضليه، بيبان الفوارق بقى ما بينك وما بينه الفنيه. فدايما الفرق الصغيره لازم انت تترجم الفرص وما تديلهمش فرصه ان هم يكملوا معاك في الجيم يعني. جميل. طيب احنا لسه عند يعني ده شتنا معاك لم تنتهي بعد، احنا بس هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه وخلينا نستغل الوقت اللي فاضل طبعا مع كابتن احمد سلامه ضيفنا اللي منورنا، نتكلم شويه عن الحاله، لان في امبارح بعض الاستوديوهات التحليليه وبعض الاراء المختلفه حول الاهلي. على فكره المباراه ما كانتش سيئه يا جماعه، وفي ناس تقول لك لا حلو ان احنا خرجنا بالاربع نقاط او ده تبريرهم يعني. الشق الاخر او يمكن احنا كلامنا مش في سياق حلقه واحده، احنا بنتكلم في الحاله العامه للفريق. هي قصه مش انا لعبت مباراه وعدت وخدت الاربع نقاط وانا لسه متصدر، الحاله العامه هي دي اللي تهمني. دي كنقطه. النقطه الثانيه انا كنت بشوف او يعني احنا لو تابعنا المواسم اللي فاتت والازمنه الماضيه والسنوات الماضيه دايما تشوف المنافس لما انت بتبقى اعلى منه بكتير، وده في معظم الماتشات او البطولات، بيلعب معاك لعب دفاعي بحت، ما بيبقاش فيه لعب مفتوح، فيش جيم مفتوح، علشان ما يبقاش فيه خلق للفرص، ما بتديش الاهلي فرص ان هو يخلق يعني اجوال بشكل اكبر. دلوقتي بقيت تشوف حتى يانج افريكانز امبارح زي ما كنا بنتكلم ما كانش بيلعب لعب مقفول، ما كانش بيلعب لعب دفاعي بحت، يعني ميدياما يمكن اللي كان بيعمل ده، حتى لما كان بيعمل ده برده ما كانش المباراه سهله. فانا عايز افهم يعني من الاخر اللي بيحصل على الارض ده، سواء المنافس لعب مفتوح جيم مفتوح او دفاعي بحت، برده بتلاقي نفس الازمات اللي عندك كفريق، صعوبه دايما صعوبه في الانهاء ونفس الغلطات. بص اقول لك حاجه، هو المشكله عندنا ان احنا راس الحربه الصريح، يعني انت بتلعب انت بتوظف كهربا مهاجم وهو مش مهاجم، بتوظف امبارح طاهر محمد طاهر مهاجم وهو مش مهاجم، بتوظف فيرساتاو مهاجم احيانا وهو مش مهاجم. المهاجم الصريح ده بيفرق معاك جدا، اولا تحركات المهاجم، احساسه بالمكان، مساعدته لزمايله، التحركات بتاعته بتفتح ثغرات في دفاعات الخصم بتقدر تستغلها من اطراف الملعب او من العمق. شفت قبل ما يمشي حمدي فتحي كان قد ايه بيوصل جوه عمق دفاعات الخصم وبيروح يجيب جوال هناك وخلص ماتشات كتير بالشكل ده. فده تحرك مهاجم الطبيعي جدا، ان انا لما بتحرك بدي مساحه للعيبه اللي حواليا ان هم يدخلوا ال 18 سهل جدا. اللعيب اللي هو اللي عنده سرعات او السبرنتر او اللي هو المهاجم اللي هو اللي مش صرف اللي هو متوظف كان وينجر وبيلعب وبتلعبه سترايكر، ده ليه طبيعه خاصه، اللي عايز يجري وعايز يتحرك كتير هو بيبقى ليه دور بس ما ينفعش تعتمد عليه 100%. محمد صلاح يمكن برده بيقوم بالدور ده مع ليفربول، بس هو مش ده الدور الاساسي بتاعه يعني. بالظبط. يعني محمد صلاح بيجي من على طرف الملعب ويضم لجوه، لكن ما بيوقفش في المكان ده ويبدا يتحرك، لان تحركات شفت لما كان فيرمينو موجود وكان صلاح وماني
كنت تلاقي دايما فيرمينيو تحركاته كلها بينزل لتحت بياخد معاه مدافعين وبيبدا الاختراق من على جنب الملعب من عند ساديو ماني ومن عند محمد صلاح، وكان بيفتح مساحات كتيره جدا ليهم، وكان محمد صلاح في كامل نجوميته، وكان ساديو ماني في كامل نجوميته، وكان فيرمينيو كمان بيعمل اسيستر اكتر من اللاعبين الاطراف الموجودين. فهو الراجل دوره ما كانش مهاجم اللي هو يخلص، لكن دوره احساسه بالمكان وان وظيفته الاساسيه هو مهاجم، فده بيفتح لك ثغرات كبيره جدا في دفاعات الخصم. دي حاجه مهمه. حاجه اهم بقى من ده كله ان انت لازم تعرف امتى اجري الكره لقدام والعب كرات بينيه او كرات اللي هي زي ما بيقولوا البوابات او اللي هي ضرب دفاعات الخصم بكره مباشره، وامتى اعمل سيطره واستحواذ على على الكره. هو اللي بيتحكم في الريتم ده، ده نوعيه اللعيبه اللي بتكون في موجوده في نص الملعب. انا عاجبني ليه عمرو السوليه انه رجع وان شاء الله يكون حالته كويسه البدنيه والجاهزيه بقى كويس. انا عاجبني فيه ان هو لعيب تقيل في نص الملعب، لعيب بيدي لك تقل في نص الملعب، عارف امتى يعمل باص عرضي، عارف يعمل امتى باص طولي، عارف امتى يعمل باص طويل، يعمل شورت باص، عارف كل موقف لعب هو عارف يتعامل معاه ازاي. عكس ما انا يبقى خلاص الفرقه قفلت وانا بعمل في عمق دفاعات الخصم، فالباص اللي بروح يتقطع ويرجع لي تاني. صحيح. لا، انا لما بكون في غلق المساحات من ناحيه الخصم، فلازم انا العب الكره يمين وشمال عشان افتح، يعني العب كرات عرضيه عشان افتح اوسع شويه التكتلات دي عشان اقدر اضرب في العمق الدفاعي. طب احنا ليه حاصرين الى حد كبير الكلام عن التهديف على وجود مهاجم صريح؟ يعني طبعا احنا بقالنا فتره بتتعالى فيها الاصوات المطالبه بوجود مهاجم صريح، وبتطالب اداره النادي الاهلي بالتعاقد مع مهاجم صريح الى اخره. اكيد وجود مهاجم صريح اكيد هيفرق كتير، لكن في ظل عدم وجود هذا المهاجم الصريح، مش المفروض ان انت عندك في خط الوسط وخط الهجوم ما يكفي من الاسماء الرنانه الثقيله، كل واحد فيهم نجم في مركزه؟ يعني لما يبقى عندك امام عاشور على حسين الشحات على كهربا على قفشه على رضا سليم على فيرسيتاو على كذا، مش الاسماء دي كلها المفروض ما تحسسكش قوي بنقص وجود مهاجم صريح لغايه لما يبقى موجود معانا؟ بالظبط. احنا ليه بنتكلم دلوقتي؟ احنا بنتكلم دلوقتي لانه في دلوقتي اضاعه فرص كبيره جدا جدا، وفي حاله بتترتب على ده، حاله عامه سيئه. يعني انا لو ما جبتش امبارح، سيء امبارح بس اقرب حاجه، لو كنا جبنا جولين ثلاثه مثلا ورجعت من هناك، كان حد يتكلم على اداء ولا حاجه؟ لا، كسبانين ثلاثه وراجعين ومبسوطين وبتاع الكلام ده والدنيا زي الفل، وخدنا الهدف اللي احنا محتاجينه. الاهلي دايما احنا بنتكلم على، يعني بنتكلم دايما على حاله الفريق العامه في حين اخفاق النادي الاهلي في تحقيق فوز. احنا ما بنلعبش، جماهير النادي الاهلي مش مستنيه من الفريق ده غير ان هو يرجع دايما كسبان من اي مباراه على ارضك او خارج. بتلعب فرق كبيره سواء الوداد سان داونز بتاع، بيبقى التعادل كمان بيضايق الناس، هم حاطينك دايما في ليفل ان انت اي مباراه على ارضك او خارج ارضك انت رايح تكسب وراجع، انت مفيش بديل عن كده. صحيح. طيب ايه اللي يعوض ان انا اكون مثلا تعادلت وراجع متعادل، او كنت في مثلا في ماتش صعب ورجعت متعادل، ان الاداء يكون جيد جدا ومرضي. طيب لما الاداء يكون مهزوز والنتيجه مش كويسه، هل لا يطمن؟ لا ما يطمنش طبعا. فاحنا دلوقتي بنتكلم على انه في انذار خطر، بمعنى ان انت، هل انت دلوقتي في اسوء حالاتك؟ لا طبعا، انت بس هل الليفل ده هو الليفل المطلوب من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والسكواد اللي قوي ده؟ سوفار لسه بالظبط. فانا شايف ان احنا، انا شايف ان احنا يعني قريبين جدا نقدر نلم نفسنا تاني، يبقى في تركيز اعلى، يبقى في ترجمه للفرص المتاحه افضل، يبقى عندك لعيب. لو اللعيبه اللي موجوده زي ما حضرتك قلت دلوقتي، انت عندك بيرسيتاو راجل بيعرف يجيب اجوال، حسين الشحات بيعرف يجيب اجوال، كهربا بيعرف يجيب اجوال، كريم فؤاد لما رجع وبيوصل للجول وبيعرف يجيب، عندك طاهر محمد طاهر لما بينزل برضه يمكن الفينشر بتاعه مش اعلى حاجه لكن بيعرف يوصل وبيعرف يوصل زمايله. عندك مجموعه، عندك امام عاشور شوتنج كويس على المرمى وبتاع الكلام ده، عندك يعني عندك مجموعه لعيبه، عندك مدافعين بتعرف تطلع تلعب بالهيد بشكل كويس وبتعرف تسجل، فعندك اكتر من عنصر يقدر يعمل لك الفارق ويقدر يدي لك الافضليه. ولكن المهاجم الصريح زي ما انا قلت من شويه ان هو تحركه في الملعب بيدي ثقه، بيدي تقل، بيعرف لو جات له فرصه واحده، ما هو مش لازم يبقى مهاجم سترايكر بمعنى سترايكر محطه ومش هداف، لازم يكون بيتحلى بالناحيه التهديفيه العاليه او بالحس التهديفي العالي. يعني زمان كان تبص تلاقي الماتش خلصان بواحده كده عملها متعب، بواحده كده عملها معرفش مين، بواحده بلال، بواحده كابتن حسام حسن، تبص تلاقي فلافيو ماتش مع عقرب وتلاقي فيرود بذكاء. امبارح انت شفت
تحرك بيرسي تاومن على طرف الملعب رغم ان الكوره متحركه مش كوره ثابته، يعني مش دخول اساسي ان انت تبقى في المكان ده، ولكن احساسه انه الكوره خلاص رايحه لكريم على 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 طرف الملعب، وبدا ياخد خطوات لجوه في مكان كويس، وذكائه كمان هو ما راحش يجري على المرمى، هو استنى ان الكره هتترد او في الزحمه دي ممكن تقع في المكان ده، فده ذكاء مهاجم طبعا، ده ذكاء مهاجم او لعيب طرف ذكي، فدي حاجه كويسه جدا. انا بيهمني جدا ان انت تكون في الملعب موجود، بتتوقع كل الاخطاء اللي ممكن يقع فيها دفاعات الخصم، ولكن ما كنش، وده ميزه برضو المهاجم السترايكر الصريح، المهاجم السترايكر الصريح بيتوقع كويس، بيتمركز كويس، كويس. بالظبط، بيعرف يخلص من انصاف الفرص، بيعرف يساعد زمايله. طيب كابتن احمد، انا كان نفسي عشان فاضل 3 دقائق اتطرق لملف التحكيم، لكن هو تقريبا ما فيش وقت، بس يعني لان طبعا التحكيم حتى هذه اللحظه لو اتكلمنا في دوري النيل والهجوم اللي عمالين نلاحظه على بيريرا بشكل غريب جدا وغير مبرر، يعني تحس ان اي حد عايز يشتغل او معظم الناس عايزه تشتغل ما بنديهاش فرصه، يعني لازم نقد 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 وهجوم، بحس ان ده لما بيبقى زايد عن الحد وراه حاجه، يعني الله اعلم، بس مش طبيعي. سريعا جدا تحليلك للمشهد ده ايه؟ انا شايف انه يعني لازم ندي فرصه زي ما حضرتك بتقولي كده للراجل ان هو يشتغل بشكل كويس، ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني لازم يبقى فيه برضه يعني سياسه الثواب والعقاب برضه من قبل رئيس النادي، رئيس لجنه التحكيم او الحكام، للحكام اللي موجودين، بمعنى ان انا لو لقيت في حكم بيتكرر عنده اخطاء بشكل كبير وانا صححتها وهو ما بيستجيبش، استبعاد، ما فيهاش مشكله خالص، ودي فرص للناس الثانيه اللي عندها استجابه اسرع او عندها يعني افضليه او عندها حابب يوصل لحاجه بعيده، لكن انا افضل سايب الموضوع بالشكل ده. في ماتشات فعلا بتخلص يعني بمشكله تحكيميه او باخطاء تحكيميه، يمكن الفار برضو دخل مؤخرا عشان برضو يعني يحاول يظبط الحته دي، ولكن برضو بيحصل برضو اخطاء رغم وجود الفار. اتمنى ان المشاكل التحكيميه تقل شويه او الاخطاء التحكيميه تقل شويه، والفتره اللي جايه تكون ان شاء الله هو التوتال يكون كويس. هو ملف طبعا في غايه الاهميه، ممكن نعمل له كمان فقره عشان نقيم كل فتره كمان هذا الملف بيبقى فيه تطوير ولا لا. كابتن احمد نورتنا، شكرا، شكرا جزيلا، تشرفت. ما تغيبش عننا بقى فتره طويله زي الفتره اللي فاتت دي ان شاء الله. نسعد دايما بوجودك معانا. انا بسعد اكتر، وشكرا جزيلا. ربنا يخليك. بشكر اكيد كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. باذن الرحمن يتجدد اللقاء غدا، حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.